طيب نيجي بقى نركز دلوقتي، تعالى يا رامي، على حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها. في أعصاب تبع الجهاز المركزي اسمها الأعصاب العصبية القحفية. الأعصاب دي أغلبها حسية جديدة. العصب الأول ده في الأنف مرتبط بحاسة الشم، يعني لو واحد اديته ضربة قوية هنا مناخيره هتنزف دم وهيفقد حاسة الشم ويحصل له التهاب في العصب وألم شديد ويفقد الوعي كمان. وفي هنا العصب التاني البصري، لو ضربت بقوة في العين هنا مش هتخليه يشوف النور تاني، هترميه هيتألم. وكمان العصب التالت مرتبط بالجفون، حركة الجفون. والعصب الرابع ده حركة العين، يعني لو ضربت ضربة قوية في العين ممكن تقف خلاص. وفي العصب الخامس بقى ده اللي العصب جات فيه الضربة، ده العصب الوجهي يا شباب. العصب ده جاي، بصوا جاي كده عند الخدود وعند الفك، تمام؟ فهو عصب حس جديد، فالشخص لما جه ضرب وقف اهو راح ضرب ضربة كده بقوة، سوري دي لمسة، دي لمسة بسيطة، شفت دي لمسة، دي كمان دي مش ضربة قوية، دي لمسة بسيطة. علشان كده الضربة لما بتيجي هنا بقوة بتخلي العصب الخامس اللي هو العصب ده اصلا حس وحركة كبير شوية، يحس بألم شديد جدا وبيسمع كمان في الدماغ، ممكن كان يعمل له كمان ارتجاج في دماغه، تمام؟ العصب الوجهي في المنطقة دي. وفي يا شباب العصب السادس ده في جانب العين، يعني لو ضربت حد بقوة في جانب العين ممكن يعمل له حول. وفي العصب السابع ده بيسموه برضو عصب الوجه كله، ده مسؤول عن التعبيرات والانفعالات، يعني ممكن مثلا حد بقوة ضربه ضربة هنا او هنا يحصل له شلل في الوجه كله. وفي العصب الثامن بقى، تعالى العصب الثامن ده موجود فين؟ موجود هنا عند الاذن، ده مسؤول عن التوازن او العصب القوقعي. فلو ضربت حد هنا ضربة حتى لو بسيطة يشعر بدوخة وآلم، بص بسيطة، اوب سوري سوري سوري، تحس كده في دوخة وفي ألم، دي ضربة بسيطة. انا لو ضربت فايت حد لفل كده، حد بقوة ضربت كده ضربة قوية خلاص هيفقد الوعي، تمام؟ وفي هنا طبعا العصب التاسع، ده العصب هنا البلعومي، العصب هنا ده البلعومي، العصب ده مسؤول عن البلع. وفي العصب العاشر او الحائر، ده عصب لافف كده في كل منطقة، ممكن واحد ضربة هنا قوية مثلا يتألم في كل حتة، هنا 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 الكلام ده كله، تمام؟ وطبعا عندنا منطقة تحت الحزام كلها نهايات للأعصاب الحسية الشديدة. أنا إمتى بضرب في الوجه؟ بضرب في الوجه في المواقف الصعبة، لو مثلا في أكتر من واحد هيخش عليا، حد عاوز يضرني يضربني، تمام؟ لكنك مثلا هتخش مثلا عليا جانب، مثلا أنتوا الاتنين مثلا خش عليا مثلا، بزق وبضرب هنا، بزق وبضرب هنا، تمام؟ شايف بضرب تحت، بضرب هنا، بضرب في المناطق الحسية بس شديدة، لكن مش هضرب في البطن في الكتف الكلام ده كله، بدفع بضرب بإيدي برجلي. فأنت من حقك طبعا الدفاع عن الشرعي عن النفس. والضربة زي ما اتفقنا القاضية هي بتكون أول فينش، يعني الضربة طبعا بتكون قوية جدا متقنة مع ان انا بجيبها في مناطق ايه الأعصاب الحسية الشديدة. مهما كانت قدرتك وقوتك تذكر قدرة ربنا عز وجل عليك، انت بتاخد العلم ده عشان تدافع عن نفسك فقط لغير، وتساعد المستضعفين، لكن اوعى تفتري على حد، اوعى تشوف نفسك قوي على حد، خليك انسان في حالك، اي مشكله تحصل لك اخرج منها بعقلك بحكمتك، بلاش نخش في مشاكل. مش هتخسر حاجه لما تقول اسف، مش هتخسر حاجه لما راجل كبير في السن يضربك قلم وتبقى ايه قزم غيظك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد من تملك نفسه عند الغضب. لو مريت باي موقف غضب استعذ اتنفس، واستعذ الله الرجيم، اعوذ بالله الرجيم، اعوذ بالله الرجيم، وتملك من نفسي، تمام؟ عرفنا كل حاجه تمت ازاي يا شباب، ربنا يوفقكم يا رب العالمين، ان شاء الله نشوفكم الحصه القادمه. كات.